طيب خلينا نروح لسياده النائب احمد العوضي رئيس لجنه الدفاع والامن القومي. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا احمد بيه، ازي حضرتك؟ ماذا عن تعديلات النهارده؟ تعديلات النهارده القانون رقم 136 لسنه 2014 ده خاص بتامين المنشات الحيويه والهامه اللي بتشترك فيها القوات المسلحه مع عناصر الشرطه. نعم. هذا القانون كان عرض على المجلس الدوره اللي فاتت. نعم. كان مطلوب تجديد المده بتاعته لمده سنتين، ولكن المجلس استشعر اهميه هذا القانون ومد الفتره بتاعته لمده 5 سنوات. تنتهي في 28/10/2021. نعم. هذا القانون التعديلات اللي ادخلت عليه اليوم ان اصبح هذا القانون قانون دائم. كل من يعتدي على المنشآت الهامة والحيوية يتم تحويله للقضاء العسكري لسرعة الإنجاز. لأن اللي بيعتدي ده مش مواطن عادي. نعم. ده راجل مخرب، راجل إرهابي. صح. بيدمر منشآت الشعب. صح. اللي هي ملك للشعب، والشعب دافع فلوسها من دم قلبه. نعم. هذه المنشآت حقيقة تعرضت في الفترة اللي كان فيها حكم الإخوان، وكانت الناس بتتباهى ويطلع في التلفزيون ويقول أنا حرقت كذا وعملت كذا والكلام ده. فطبعا لازم يكون هناك أسلوب ردع. كانوا بيعملوا أنهم أبطال، إن إحنا ولعنا وحرقنا ومبسوطين. كده بطل، بطل قومي. والإعلام يستضيف بقى ويعمل منه نجوم. تمام كده. فاللي هيعمل كده يحاكم أمام القضاء العسكري. يحاكم أمام القضاء العسكري، لان طبعا مفيش تخوف ان طبعا القانون بيمنع محاكمه المدنيين امام القضاء العسكري، ولكن يجوز في حاله المنشآت اللي بتتعرض اللي بتأمنها القوات المسلحه يحال مرتكبي هذه الجرائم الى القضاء العسكري. نعم. لا تاني معلش سيادة النائب، انه المواطن الطبيعي او المدني لا يحاكم امام القضاء العسكري، لكن من يتم محاكمته من يرتكب جريمة تستهدف احدى هذه المنشآت في حق الشعب وفي حق الوطن، يعتبر ان هو يعني يتم محاكمته امام القضاء العسكري. طب معلش انا اسف، القانون دلوقتي مش محدد بمدة؟ لا، القانون دائم، ويعني هذا القانون دائم وقانون مستمر. مش متحدد ليه توقيت او ميقات. نعم. لكن هو دائم، يعني سيظل هذا القانون ساري طالما ان القوات المسلحه تشارك وزاره الداخليه او عناصر الداخليه في تامين المنشات الهامه والحيويه. يحال مرتكبي الاعتداء على هذه المنشات الى القضاء العسكري. ايه تعريف المنشات الهامه اقل ما يجب ان يتم ضد هذا المواطن؟ ده مش مواطن مصري، ده مش مواطن. ده يعني مش مواطن. اما المواطن العادي ليه كل احترامه وتقديره. نعم. ولا يتم محاكمته امام القضاء العادي. المواطن العادي مش هيروح يخرب ولا يحرق. تمام كده. تمام. ايه تعريف المنشآت الهامه والحيويه وايه هي؟ المنشآت الهامه والحيويه زي محطات كهرباء، محطات غاز، كل يعني مجلس النواب يعتبر منشآت هامه. وانت شفت الاعتداءات اللي كانت بتتم، يمكن يعني كانوا راحوا يهدموا مبنى وزاره الدفاع، وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، مجلس النواب، ما انتش هذا مجلس الكلام الشرطيه ولا مجلس الوزراء، اقسام الشرطه، أبراج، مديريات امن، محاكم، نيابات، كل هذا. المحكمه الدستوريه احتلوها. نعم. وتواجدوا معتصمين حواليها والكلام ده. فيعني هذا القانون قانون في صالح البلد وفي صالح الوطن. وللحفاظ على الامن القومي المصري وممتلكات الشعب اللي هو دافع فيها دم قلبه. هو قانون للردع. قانون للردع، كل من يحاول ان يعني يعتدي على اي منشأة حيوية او منشأة هامة يكون جزاؤه الردع، ان هو يحال الى القضاء العسكري. طب وسائل النقل العام، بنتكلم قطارات، اتوبيسات، مرافق، غيره، كباري، حاجات، كل ده، كل المنشآت الهامة والحيوية اللي بيتم الاعتداد عليها، اللي هي ملك الشعب. كل من يعتدي على هذه المنشآت
يحال إلى القضاء العسكري. نعم، هل كان في أي اعتراض النهاردة؟ والله هو يعني الاعتراض يعني بقى معلش معذرة، بيبقى هناك لبس. هذا القانون احنا بنقول الدستور مواد، مادة من ضمن المواد الدستور لا يجوز محاكمة المواطن العادي أمام القضاء العسكري، ولكن في حالة الاعتداء على نص القانون كده، نص المادة في الدستور بتقول ولكن في حالة الاعتداء على المنشآت الهامة والحيوية اللي بتأمنها القوات المسلحة يتم تحويله للقضاء العسكري. طيب معلش سيادة النائب، احنا عدلنا كم مادة النهاردة؟ احنا عدلنا سيادتك ده القانون ده كان فيه ثلاث مواد. ثلاث مواد. اه. ده مين اتقدموا منين؟ الحكومة ولا النواب اللي قدموهم؟ لا ده من الحكومة، ده قانون جاي من، بقول لحضرتك القانون ده قدم للمجلس. انا كنت نائب في المجلس السابق وكنت في لجنة الدفاع والامن القومي برضه. وقدم في المجلس في 2016. يعني في بداية المجلس، وكان مطلوب له تجديده لمدة سنتين. فالمجلس واللجنة ارتأت أهمية هذا القانون فمدته خمس سنين. يعني ايه؟ على اساس يعني هو بداية القانون، نقول كده بالوضوح انه 2016 وكان سنتين ومدة خمس سنوات. انتهت يوم 28 اكتوبر. هو القانون ده سيادتك عرض في 2014. القانون ده رقم 136 لسنة 2014. في 2014 تم يعني مده لمدة سنتين. من 2014 ل 2016. نعم. في 2016 عرض على اللجنة والمجلس، فتم يعني كان مطلوب برضه تجديده سنتين. طبقا لما هو موجود، ولكن المجلس هذا القانون قانون هام، فمده لمدة خمس سنوات ينتهي في 28/10/2021. شددت العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع أو أسرار الدولة. طبعا ده يعني اللي يعني أسرار الدولة ويذيع هذه الأسرار ويستفيد منها أعداء هذا الوطن، لابد أن يتم تشديد العقوبة. ما عليك، لأن ده طبعا يعني حاجات كلها في صالح الأمن القومي المصري وفي صالح مصر. نعم، هذه القوانين ليست لهدف. احنا طبعا فخامة الرئيس لغى مد حالة الطوارئ. الغاء مد حالة الطوارئ تمت الحمد لله. الغاء يعني في 25/10/2021. نعم. تم الغاء مد حالة الطوارئ اللي بقالها 40 سنة. فده يدل على حالة الاستقرار والتنمية اللي موجودة واكتشفتها مصر خلال الفترة الحالية. ست نائب احمد، احنا بنواجه ايه بتجديد العقوبة اللي هي زي ما نقول كده الشائعات، حروب الجيل الرابع والخامس اللي بيتم استخدامه، يعني المعنى ده ولا حاجة أخرى؟ طبعا ده هو أنا عايز أقول لسيادتك، هو طبعا الجزئية الخاصة في الأسرار اللي هي تسيء إلى الوطن أو إن هي تؤدي إلى أي شيء من هذا القبيل، اللي الجهة هي اللي بتقول أسرار الدولة ممكن حاجات كتير جدا، شائعات وحاجات مغلوطة وحاجات غير حقيقية، بالإضافة للمعلومات اللي ممكن يستفيد منها أعداء هذا الوطن. تعتبر دي أسرار، المطلوب إن احنا لا نجوز إن احنا نعلن أو ننقل مثل هذه الأسرار. نعم، احنا كانت العقوبة ايه وبقت ايه في التعديلات؟ التعديلات العقوبة ممكن توصل ل سجن. الو، مع سيادتك فندم، سيادة النائب احمد عوضي مع حضرتك، انا سامع حضرتك، اتفضل. العقوبة تم تجديدها ل نعم، تم تجديد العقوبة بحيث ان هي كانت ثلاث سنوات وتم تجديدها الى تصل الى خمس سنوات. خمس سنوات. نعم، ده اللي تم النهارده. ايوه تمام، بشكرك شكرا جزيلا.